بسم الله. الموديل المفروض يكون فيه الاكتيفيتي الاساسيه زي مثلا الفيزواليزيشن السيموليشن، يكون سهل التبادل بين السوفت وير المختلفه، ويكون فيه داتا ويكون فيه دوكيومنتيشن ويكون فيه الكوردينيشن، ويكون متجمع فيه كل المعلومات اللي احنا محتاجينها، معماري شاي كار ميكانيكال، وناخد المعلومات من السبلاير ونحطها في الموديل ال 3D. ولازم يكون 3D، ما ينفعش حد يقول بيم 2D، ما ينفعش، لازم الشغل كله يكون 3D ويكون فيه كل المعلومات اللي احنا محتاجينها. وممكن نخش في الاول عارفين من السبلاير، بس اول ما نعرف السبلاير بناخد منه المعلومات ونعمل ابديتد للموديل، بحيث ان انا لما عاوز اي معلومة الاقيها في الموديل، ما بقاش في معلومة ناقصة مش لاقيها موجودة في مكان اخر. كل المعلومات اللي احنا محتاجينها تبقى موجودة. ممكن في بعض المعلومات مش قادرين نحطها، بنحطها مثلا في الحاجة بتاعتها، يعني مثلا المعلومات بتاعت الصيانة والحاجات دي كلها صعب ان نحطها في الموديل، فبنحطها في ملفات الكوبي في البند اللي هو بتاع جوب وريسورسز، بحيث ان انا لما عاوز اي معلومة تبقى موجودة في الموديل. ولو الموديل دوت معماري وانشاء وكهروميكانيكا مش قادرين يتبادلوا المعلومة مع بعض لأي سبب من كان، يبقى كده فقدنا فكرة البيم، لازم يبقى فيه اكسشينج للمعلومة. والموديل ده بيكون مكون من أكثر من موديل حسب حجم المشروع، يعني ممكن احنا في بعض الأوقات نعمل موديل واحد فيه كل الديسيبلين، ممكن يكون الموديل كبير فنعمل ديسيبلين معماري وإنشائي وكهروميكانيكال، وممكن كل واحد منهم نقسمه بعد كده. يعني ممكن المعماري ده يكون جواه مثلا واحد خاص بالتيبيكال، عاملين احنا ملف موديل وهو للتيبيكال، فبعد كده بنكرره، او القس والخارجيات بتاعت المبنى حطيناها في موديل لوحديه. ممكن الاشياء نقسمه حسب النقط الارتباط اللي بينه، هنا ممكن برضو نخلي الدرين لوحده والوتر لوحده في الكهروميكانيكال، والكهرباء لوحدها والفاير فايتنج لوحدها والتكييف لوحده، بحيث ان الموديل يكون خفيف معانا.